اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما عودناكم دائما ابدا برنامج الابطال وراء ابطالنا. طبعا اللي بيكافحوا عشان يتاهلوا الاولمبياد او اللي خلاص ضمنوا مكانهم في الاولمبياد. فالنهارده هيكون معانا زي ما وعدناكم سباحه النادي الاهلي واحد النجمات الصاعدات بقوه واللي بتلعب سباق طويل 10 كيلو سباق يعني صعب. معانا طبعا سندي ايمن. ازيك يا سندي؟ ازي حضرتك؟ منوره قناه النادي الاهلي دي تاني مره الحمد لله تشرفينا. طب سندي، احنا عملنا تقرير عنك كده وعن انجازاتك، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لك تاني. اعزائي المشاهدين هنشوف تقرير عديناه خصيصا عشان نتعرف مين هي سندي ايمن. نجح قطاع السباحة بالنادي الأهلي بقيادة وائل عزت في تصدير العديد من الأسماء الرنانة لكافة المنتخبات الوطنية، سواء على صعيد المنتخب الأول أو منتخبات الشباب والناشئين للرجال والآنسات. وقدم أبناء القلعة الحمراء الكثير من الميداليات والبطولات لمنتخبنا الوطني في كافة البطولات القارية والدولية والعالمية، واستطاعوا أن يثبتوا أن لاعبي الأهلي هم الذخيرة الحية لمنتخبات مصر في كافة الأعمار. من ضمن اللاعبين المميزين في السباحة الأهلوية سندي أيمن نجمة منتخب مصر للسباحة الطويلة، والتي تألقت سواء على صعيد منتخبات السباحة القصيرة أو الطويلة، إضافة إلى رويدة هشام والتي قدمت مستوى مميزا في البطولة الإفريقية التي احتضنتها الجزائر في شتاء 2018، كما حصلت على العديد من الميداليات في بطولة الجمهورية الأخيرة والتي أقيمت على مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي في شهر أبريل الماضي.